فين البشوات دول لسه ما جوش؟ خش جاي متاخر. لا بشوات امسك نفسك يلا. المواصلات ده فين التالت؟ انا هينه. ايه يلا كنت فين يلا؟ نزل رجلك يلا. انت كنت فين يلا؟ كنت عندها. عندها مين؟ الحاجه؟ ايوه اسالها كده. يلا يا مستر قول لنا فكره الفيديو. ايه بقى فكرة؟ ايه يا جدعان عاملين رجال النهارده بفيديو جديد؟ فكرة الفيديو ان احنا هنرجع للصف الابتدائي من اول وجديد عشان احنا ما شفناش تربية فهنتربى من جديد. احنا عايزين نتربى. شو هتقعد تطلب منها ابونا؟ ده فيديو بس محدش ربى. وهنتسال اسئلة في الحساب والدراسات والعلوم والعربي والانجليزي. فلو انت اول مرة تتفرج عليه ما تنساش تشترك وفعل زر الجرس. معانا النهارده الاستاذ بتاعنا الجميل اللي احنا بنحبه طبعا كلنا. طبعا اللي ما يعرفنيش انا اسمي مستر هوجن الفقدان اللي بحط عليا جبان ومجنن كل النسوان. يا مستر يا جامد بالك قد ايه بتدرس يا مستر؟ انت مال اهلك؟ قبل اي حاجه انت جاي مخالف ليه يالا؟ ايه؟ جاي مخالف ليه؟ اصل امي مش غاسله الوضوء. الله يحرقك انت وامك يا ابن الاحرى. اخويا احمد لو شافك هيدقك يا مستر. احلى مسا عليك. استنى بقى مستر باركن كده على جنب. احنا عاملين مساطر باسمنا تريبل للفيديو. اللي يعمل سبسكرايب هياخد واحده. اللي يعمل سبسكرايب انا مودي له واحده على البيت. لو عايز تشتري واحده خش تحت في اللينك في الديسكربشن. مفيش لك الكلام ده. قبل اي حاجه اللي مش هيعمل لايك او كومنت هجيبه من بيته. شيل بقى يا ابني الطفح عشان نبدا باول حصه. ممكن بس ابلع عصير؟ تبلع ايه ده؟ ابلعك بالبول. شيل يالا. هو ده المستر ده جاي منين بالظبط؟ انت ايه يا ابني دقنك اللي طلعت في ابتدائي دي يا ابني؟ هيجي دلوقتي حبيبي؟ متعوض في وشي بس يا ابني خلوكم ندفع اعملوا دوجا لسه. اه مستر دي رسمه. رسمه مين؟ والله رسمه مرانين اللي رسمها لك. مستر النهارده هناخد ايه؟ النهارده هناخد دراسات اجتماعيه. ماشي اشتغلت ولا حاجه تاني؟ ما اعرفش حاجه في الدراسه. هناخد ايه بجد؟ نبدا في اول ماده وهي الرياضات. نبدا باول ماده وهي الرياضه او الحساب. على فكره بقى مستر اعدل عليك بقى ما اسمهاش رياضه اسمها رياضيات. الرياضه دي اللي حضرتك بتعملها الصبح. خلي هذه المعلومه لنفسك. طبعا اساسيات الحساب هو جدول الضرب. فاحنا هنختبرهم في جدول الضرب. 5 في 5 زائد 5 على 5 لا حلها يبقى جدع. حليتها يا مستر. جدع وريني. هات يلا. اه لو انت شاكك ان احنا غشينا يا مستر عادي طلعنا نحلها لك على الزعبور. مين الورقه دي بتاعت مين؟ انا. برافو عليك. ايه؟ جدع. سلم عليا. ايدك ياد منك ليه؟ جدع. ايه؟ طلعت معاك كام؟ جدع شوف يا ابني ورقتك ايه؟ برافو عليك ايدك ياد انت وهو يالا. ايه ده؟ ايه ده غلط؟ ايدك يالا. غلط والله. ايدك يالا. لسه انت غلط. مستر يا جاهل. ايدك يالا. طلعنا انا جاي احلها. لسه الضرب والاسم ليه اولويه عندك. ايوه. اول حاجه 5 في 5 ب 25 زائد 5 يبقى 30. 30 على 5 يا حمار ما بتجمعش قبل ما تقسم. لازم تقسم الاول. 5 على 5 فيها الواحد و1 زائد 25 فيها 26. انا الحل الصح. حل الصح دي يا ابني ما هي 5 في 5 ب 25 زائد 5 ما تجمعش الاول. في اسمه الاسم ليها اولويه على الكام يا عم؟ احنا جايين نجادل في ايوه يا ابني دي رياضه يا اسطى. لا انت كده هتشوف سمعه راس الاله تتفرج يا عم. يعني هي يا هي يا اسطى تبقى كده قطع الاله. ما هو عمال قطع الاله. ماشي اجيبها على الاله. يا نهار اسود مستر علم رياضه مش عارف يا اخي. مش هنطلع دي في الكام. خلاص عدوها بقى يا شباب عدوها. ما كنتش اعرف. خلاص نخش على المسائل اللي بعدها. غير الماده يا اسطى. ايدك يلا. لو فلت التاني باختها. ايدك يلا. ايدك يلا يا ساقط. ما تغير الماده انت بتشمها يا زلمه. ايدك يلا. برافو عليك يا حبيبي. انا عارف ان هو برافو يا مستر. يلا انت طري فشخ. مش هو بيقول لي انا يا عم. انت طري فشخ. ولا ابله انت هتقف علينا في اللجنه؟ ما بردش علينا اصلا. جاوب منك ليه؟ 60 زائد 480 زائد 280 ناقص 500. ما تحل يالا انت يالا. انا حليت. وريني. طلعت معاك 320 صح؟ 320 من شكلك على الله امر. ايه ده؟ ده في ناقص 500. لا يا مستر بقى مستر يتضايق. كل واحد ليه وقته. طب ما هيكتب خلاص قلت له الناتج وشوف كده. شوف كده بالناتج يا مستر سمع مني. 370 320 طبعا. المفاجاه اللي انا محضرها لكم اللي هي بالخطوات. هات يلا. انا كاتب الخطوات. بص هات اهي بص. كلاون يا انت تمام. برافو عليك. وانت تمام.
طب الناتج ده جبته منين يا حبيبي؟ جمعت مين ضرب؟ اللي فاسع يومي واقف يالا، اقعد يالا، اطلع لي حلها وريني جبتها ازاي، تعال اقصر. عايز ايه يا مصر؟ عايز نحل ازاي يعني؟ حل ياد وريني جبتها ازاي؟ وما تحلها انت مرة جاية ياد ياد 590 عم بصر عظيم يا رب 60 و480 يا جماعة عشان تبقوا شايفين 540 ماشي؟ زائد زي 280 تسوي 820 ايوه بس يلا هات كده بعد اذنك هات كده يلا ترز ياد مكانك 500 يا ابني احنا في حصه لو انت اول مره تتفرج علينا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ايدك يا عم ولو عجبك الفيديو دوس لايك على الفيديو عشان بتفرق معانا جدا 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 ثواني يا مستر ترز ياد جوه خش يلا خش يلا حل يلا بطل هري وحل 280 ماشي بكام يا مستر يا مثبت العقل واديني يا رب نزل يا ابني ريحه ام شرابك ده في ام الحلال لا ثانيه يا مستر قوم يلا قفلي لا اهو عرفت يا جدعان ده مدرس جيران ايه يا مستر عشان حلال والله ما بيفهمش ده انه متركبه مرسومه كمان مش متركبه ايوه يا مستر حل ماشي ايه ده معلش والله ما بعرف اكتب يبقى 320 انا ايه بدخل انجليزي بالعربي قوم لي يا ثانية والله صح هات يلا والله صح ايدك يلا كاتب ثلاثة بالعربي وجنبها اتنين بالانجليزي ايدك يلا يلا عم خد صح والله ايدك يلا فاشل والله صح يا تريمي هات جوه جنبك بس كده قوم يلا تعالى جنب اخواتك والله العظيم يا رب خش يا حبيبي بالراحة يا مستر ماشي طب ما تبصليش بالراحة عشان بعيط ما بعديله بالراحة عشان بخاف بس بالراحة عشان بخاف يا جدعان كانوا متخانقين قبلها نزلوا خسية لو اتكلم هربيه تاني ما هو واضح واضح على صهرك زي ما انتوا عارفين ما هو زي على لسه واكل فحلين بصل زي ما انتوا عارفين طلعوا ساعتين في الرياضة خش على المادة الدراسات الاجتماعية ايه ده معاه خريطة ايه ده انت مع انت دورة؟ انا خريطة ما بس يالا فين موزو قول لي هات كل القارات كل القارات؟ أول كل القارات؟ بس يالا بسم الله الرحمن الرحيم قول أول قارة اكبر قارة لا ما تسالنا قارة انت غبي انا انت مخبي ايه ده خريطة مصر بس يا مؤاخذة يا عصب مدرس رياضة اصلي بجرب حظي في الدراسات خلاص احنا اسفين والله باصص باصص لمين قوم لي يلا ايدك يلا لا خلاص امسك نفسك اكبر قارة ايه اكبر قارة بسم الله الرحمن الرحيم قارة اسيا هات ايدك يلا ايه يا مستر ايدك يلا امال ايه مش قال لك مدرس رياضه ايدك يلا يلا اديله ايده وخلاص مستر ممكن اسالك سؤال ايه ايه اكبر قاره يا مستر قاره افريقيا افريقيا اكبر قاره افريقيا خلاص انت شايفه يا مستر ماشي ازاي ده السكر في الشاي يا حبيبي انت هتجادل جادل مدرس لازم يبقى في معلومات اثبت جايين يعلموني المفروض يبقى في اجابات صح ما هو انا بقوله عشان كده لا بس باينه ان هي اسيا عادي هم عارفين ان هي اكبر قاره اسيا ايه ده انا بقالي 25 سنه في التربيه والتعليم عمري ما حد جه يكلمني كلمه وحشه قول لي يلا ايه اكبر محيط محيط الهادي قفله خش على السؤال اللي بعده من الشمال مصر بتطل على بحر ايه البحر الابيض المتوسط تمام والشرق البحر الاحمر والجنوب السودان جدع سقفوا له يا ابني لا ليه عند البحر الاحمر في خليجين ايه هم خليج العقبه والخليج العربي غلط العقبه صح تمام خليج نعمه لا ده فيلم صح خلاص هو غلط بقى خلاص ايه بقى الصح خليج السويس السؤال ده ليك يا ابني ايه هم دوائر العرض بتاعت ايه دوائر العرض مصر طبعا دوائر العرض بتاعت الخريطه الخريطه كلها اه ايه الثقه اللي انت بيها دي قول لي يلا دوائر العرض يلا بتاعت ايه بتاعت اي حاجه مصر يا عم مصر ما تضحكش انت كمان ما تبدأش عشان عبيط هو هتقعد تضحك مين اللي عبيط يلا ماشي خمسة واستنى يا ابني ايه هم شكلك عبيط يعني قول لي يا دور المدار يا ابني دوس المدار ايه دوار العرض دوار العرض لا مدار يا اسطى دوار العرض وخطوط الطول ماشي دي ارقام وخطوط الطول ايه اللي ارقام ليها اسامي يا اسطى ده مدار السرطان مدار الجدي دي المدارات يا حمار قول لي يا دي المدارات اللي بيعدي على مصر اللي بيعدي جوه مصر مدار السرطان والجدي ومدار ازاي يعني ده واحد اكتر مدار بيبقى فيه الجو حر حلو ده اللي هو على المستقيم ده انا بقول بالعرض اللي هو اللي في النص بالظبط ايوه ايه هو بقى واقولها دائره دائره سهلتها لك الاستواء جدع رتب لي القارات من كبرها لصغرها اصغر هبدا من الصغير ابدا باللي انت عايزه استراليا اصغر واحده تمام انت حافظ بس قول يلا لا هبدا من الكبير للصغير استغفر الله معلش معلش بثبت العقل والدين اسيا اكبر واحده ماشي
افريقيا ثاني واحده. ماشي. قول اي حاجه. امريكا الجنوبيه ثاني واحده. لا امريكا الشماليه ثالث واحده. الله اعلم. ماشي. قاره انتركتيكا. لا امريكا الجنوبيه يعني امريكا الشماليه. خلاص يلا خلاص يلا. اسمع مش اسيا افريقيا امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه انتركتيكا استراليا. برافو عليك. سقف يلا سقف. اوروبا فين اوروبا؟ اوروبا مش مهمه ما اعتبرش اوروبا ده جدع يلا سقف. اوروبا دي اجازه. سقف يلا. برافو عليكم. ايه اكبر محافظة؟ محافظة الوادي الجديد. غلط. محافظة الوادي الجديد. ايه اكبر محافظة؟ اكبر محافظة طبعا القاهرة. غلط. ايوه صح. الوادي الجديد. انا بتكلم من على الخريطة. مطروح. مطروح. اسوان. مطروح جدع. فين مطروح؟ ده قلشت مني يا جدعان عندنا. قول لي ايه المحافظات اللي على خط البحر المتوسط؟ ما هم كتير يا اسطى. واضح حصة يا اسطى. هي بورسعيد. جدع. اسكندرية. مرسى مطروح. دمياط. ارفع ايدك يا يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده كده؟ ايه ده كده؟ سد انت مستر. لطخت ايدك بالدم. انت مستر هفتاك. واحد. وانا كنت اجيب لك معاد. ايش؟ اوعى مستر. ثلاثة. والله العظيم. خلاص خلاص. نخش على المادة اللي بعدها. مادة الانجليزي. اي ان جي. مادة بس يلا. يلا. سبحان الله. اول مره اشوف مستر يكتب حرف في النص كابيتال واللي بعد اسمه. بس يلا. الجي كابيتال بيتكتب ازاي؟ سافلا. فاكرني مدرس ششنا. قول لي اد اي بي. اي بي يا عم انت جاي علينا. ايوه حلو. قول لي اد اي بي. بص بس يلا. اي بي سي دي. ايدك يلا. انا مستر انا بحب اتامل في خلق الله. ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. بس يلا يلا. قول يلا. اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي. مش ده نعمل لي كده. قول اي بي سي دي اف جي اتش اي جي كي. وحياة امك. دبل اكس وار زد. استغفر الله العظيم. زي ما انتم شفتوا محدش عارفها وانا مش هقولها عشان هم اغبياء. عشان مش عارفها زيهم. هبدا دلوقتي اقول لهم كلام وهم يزبلوها. كلب يعني ايه؟ دوج. يزبل يعني محمود. دي او جي. عنب بنات يعني ايه؟ بس يلا. عنب بنات. عنب بنات يعني. هو لسه ما جاوبش. انت اللي هتجاوب. لا ما تغشش. عنب ولا ما تغشش ولا مش هتجاوب. جريب جيرل. ايدك يلا. ايوه صح. ايوه والله صح. جي ار اي اي بي. استغفر الله العظيم يا رب. جي ار اي بي. وحياة امك يلا. بتقيل بي اي اي. وانت يا ابني اتفضل. لحمه مفرومه يعني. لحمه مفرومه. اه منس. ماشي. عدت عليه. خلاص انا اقول لكم كلمه. ام الدنيا. ايجيبت. ازبل. اي جي واي بي تي. ازبل. عبيط يا مستر. انت خلاص ماشي. لبن الخير. احلم. ازبل يلا. ازبل ايه بقى؟ ميلك. ام اي ال كي. برافو عليك يلا. لمبه. لمبه. اه لام. ازبل. ال اي ام بي. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. ازبل يلا. موالح. ازبلها. موالح. ازبلها يا ابني. ال ام بي. بيطير على خفيف. انت مالك يا ابني انت؟ يا ابني انت عاشر اي حاجه في اي حاجه وانت عمال تعمل لي كده. عرفنا ان عينك صدر. وفاتح لي ام القميص ده. انت ما شفتنيش في شباب يالا. زراير اتقطعت. بلا زراير بلا زفت. كنت بغسل بتاع ماسك في الغساله. حاجه تحرق الدم. برايه يعني يالا. اوبا. برايه؟ خلي لك انت برايه يعني يالا. شاربنر. شاربنر. جدع. اس اه اتش. طب بتعمل لي كده نخرس. اسمع بس. اس اتش اي ار بي. ما كنت قلتها يا ابني انت. طالما انت فيلسوف كنت قلتها. الشنب يعني ايه؟ مستاش. جدع. مش عايزك تزبلها. ازبلها انت. مش هعرف ازبلها اصلا. ام يو اس. ماشي. تي اي جي. ايه في الاخر؟ ده اختبار ليك. لو قلت قول. صح هو صح. ماشي. فيها الحصه بتاعت الانجليزي انتهت. نخش على اللي بعدها. انا شايف ان المستر ادانا حصه انجليزي وهو ما اتكلمش عارف انجليزي. ايوه. مستر قول لنا اسمك بالانجليزي. هوجن. هوجن. هوجن الفقدان يعني ايه بالانجليزي يعني؟ قول لي يلا. فقدان يعني ايه؟ مستر هوجن مستر. هقول لك فقدان في جمله عربي وهتعرفها. ماشي. هوجن فقدان الشغف. فقدان. نخش على الماده اللي بعدها وهي التاريخ. مين اللي عمل مذبحه القلعه؟ عمل علي. جدع. عملها مع مين؟ مين اللي فتح مصر؟ كان في الاصل حلواني. هنستغرب بقى. اقول لك انا عمرو بن العاص. جدع. انا بقى عارف بس بقول ايه ده كده؟ سؤال ليك يا ابني. انا؟ اه. ايه اكبر الصحراء الحاره في افريقيا في العالم؟ ايه؟ اكبر صحراء حاره في العالم. ايه صحراء حاره دي؟ في العالم؟ اه. الصحراء؟ كوريا. بيحطها على اساس كوريا. الغربيه. غلط. الصحراء العربية. غلط. انت الصحراء الكبرى. جدع. ايوه. انت ما كنت لسه هقول دي قصدي. دي هي الصحراء الغربية. لا لا طبعا. مين الشاعر اللي لقب بأمير الشعراء؟ سهل. سهل اهو. اسمه ايه يا اسطى؟ يا اسطى
اسمه ايه يا عم؟ تريبل اتش. اسمه ايه؟ امير الشعراء. امير شوقي. قربت. لا شيل احمد شوقي. احمد شوقي انا عمال افتكر مين. عمال اقول امير عيد ده بيغني. امير قراره. يا اكبر فحر في العالم. اكبر بحر في العالم مش محيط. بحر مش هتني نهري انجل. بحر الدانوب. ده نهر. نهر معلش. بحر بحر السين. جدع. شكرا يا اخويا. الواد ده مذاكر. من اول واحد شرح تركيب العين. مستر هوجن. جدع. ايوه سقف. مين مبتكر لعبة الدومينو؟ الدومينو؟ اه دومينو سبيتزا او بابا جونز. ايدك يلا. ايدك يلا. جربت الزرانش. بالراحة على نفسك يا مستر. الله يطقلك عيال. ما هي معروفة البابليون. مين؟ بابليون. ده مش شخص. ده بابليون. اسمه انسى الارنبية. لو قلتها خليك تدرس مكاني. والله مؤهل ولا حاجه. اه ربوه. ايه ارنب؟ ارنوبه. علشان بتمسح وبيتف. عكرشه. اسمها عكرشه. عكرشه. اه والله من المغرب. مستر الاكل البيضك دي بينفعها شخصيه. شكلك انت اكل طبق. بسم الله ما شاء الله. غني بقى بيه طلع من الدروب. خلاص يا جدع عشان يدينا درجات عامله السنه. اين توجد صخره ارث؟ في جوجل ارث. انا قريت نص السؤال وقلت الاجابه. ايه؟ قريت نفس السؤال وقلت الاجابه. يعني نفس ده المكان؟ اه. الاجابه؟ يا المفروض ايه ده؟ لا ده صح. ايه الاجابه بقى؟ معلش ضحكتكوا بس. في اليونان. في اليونان. اول مكان اخترعوا فيه البارود. روسيا. فرنسا. قول يا. الصين. برافو عليك. لسه قول الصين والله. ازاي؟ ما تتكلمش تاني يا ابني. قول يا ابني احنا في حصه. حط ايدك على بقك. اكبر دول العالم ايه؟ روسيا. غلط. الصين. نهار اسود انت عبيط يا مستر. هي روسيا. روسيا. السودان. السودان. ايه هي السودان؟ السودان ايه يا عبيد؟ اكبر الدول العربيه. كذاب. بس اكبر دوله عربيه. ايوه ايه يا السودان. على فكره مش السودان. السعوديه. غلط. او الجزائر. غلط. دوله عربيه. الجزائر. غلط. قبل تقسيم السودان. غلط. والله العظيم ربنا غلط يا ابني. السعوديه يا الجزائر. ايوه عربيه ولا في العالم؟ عربيه. السودان. جدع يا والله. السودان متقسمه في المستشفى. ما تاخدوش معلومات منه يعني. بنتهزر بس. بنتهزر. اه. اول دوله استخدمت البريد. قول يا عشان عادي لو ربع جيد. قول يا ايه بتبقى كده. الصين. غلط. قول يا انا ربع جيد. قول يا ايه. قول السؤال. ما تقولش. قول يا بريطانيا. جدع. ايدك بقى. انت قلت لي. انت قلت لي ما تقولش. اتنين. والله راح اجيب ابويا يجي. ثلاثة. عيب يا ابني غلطت ابوك. انا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ما كانش هتنجز يا عم. ما كانش لاعب بيج بن. ايه؟ لندن. يلا عليك يا جدع. ما دي معروفة يا جدعان. معروفة؟ والله معروفة. ما قلتش ليه؟ ما هو رفع ايده انت قلت له. ما قلتش ليه؟ خش على مادة العلوم الاجتماعية. مش كانت اسمها الدراسات الاجتماعية. هو بيدخل اي حاجة اجتماعية وخلاص. ثلاث حاجات بتحتاجهم الكائنات الحيه عشان تعيش. ايه هم؟ اكسجين، ميه، ثاني اكسيد الكربون. غلط. قول انت الصح. بس يا لهبل. اكسجين، ميه، الارض. جدع. وين؟ جدع ايه؟ غلط. قول يا ابني. اكسجين. ايوه. وميه. ايه. وبالمنطق ثاني اكسيد الكربون. طب انا قلت ثاني اكسيد. ايوه ما بقوله بالمنطق عشان. غلط يا غبي. منك له منك له. ايه طيب؟ ميه وهواء وغذاء. طب الاكسجين ده بيجي من الغذاء. هو الهواء. هو لسه السؤال جايب كده. لسه هننزل فسحه ولا هتاخدها زي كل مره؟ لا هاخدها زي كل ثلاث مرات. طب خدها براحتك. اربع اشياء غير حياه. الميت. قرد ميت. المتوفي والشهيد. ايدك يلا. والمرحوم. ايدك يلا. يلا يا عم. ايه الحيوان اللي بتتغذى على النباتات؟ في كتير. في كتير. قولهم لك كتير. المواشي كلها. ماشي. ميز. بقر. مستر هوجن. هوجن. هي شبه اشكالكم. اه عشان كلمني قبل كده. ايوه يلا بوم. استغفر الله العظيم. يا عم انت هتشوف على جنب ولا ايه؟ ما معنى التكاثر يالا؟ اوبا. يعني ايه معنى التكاثر؟ اه. انجاب كائن حي جديد. برافو عليك. ايه الفرق بين الكائنات المفترسه والكائنات الفرق ما بين الراجل والست غير الفرق اللي كل الناس عارفه. قسما بالله وطلعت تاني طلعكوا بره. قسما بالله. بره يالا. اقف هنا. تعال يالا. تعال يالا.
تعال انا وشك اللي حتوقفك ليه؟ تعال هات لي يا ابني الشنطه بتاعت الحيوان ده كده. وشك للحيطه. انا بحب اقف وشي. وشك للحيطه يالا. عايز اشوف صحابي يعني. وشك يالا. هات لي الشنطه. عدد الجيوب الانفيه في الانسان. انت يا ابني يا دليل الزرقاء دي 9. غلط يا فيلسوف يا اللي بتغششه. 7 غلط. 8 صح بس برضو مش انت، مش هحسبها لك اللي انت اللي قلتها. ما تحسبها لمين؟ هو كده انت قاعد عبيط ولا انت شكلك كده يالا؟ مستر ايدي شوكا اللي مراتك بتسوي لك بقى الاكل على رز. ولا انت مش متجوز عشان عقيم؟ سابتك بعد 20 كام سنه. هي اللي جابتني هنا عشان اشوف اشكالكم. ليه ما كانتش بتصرف عليك كويس؟ ما بيدفع لها يالا كل شهر نفقه. اذكى حيوان في العالم. القط السيامي. القط البياني. قول يا اذكى حيوان في العالم. الثعلب. الثعلب. قول يالا اللي في النص. نسناس. القرد. اللي جابها هي الدولفين. صح. على خلاقكو عيال ما بتذاكرش عيال فاشله. بقول لكم ايه، كفايه اسئله كده. يا خساره انا كنت عايز اقعد شويه بس يلا، وانا محضر لكم مفاجاه ما تمشوش. مفاجاه؟ اه. تزربت يا مروان يا اسطى. ابو ريد فاسيك. الله يحرقكو. مين اللي فاس يا جدعان؟ مروان يا مستر. المهم انا كنت محضر لكم مفاجاه يا شباب، بعيدا عن ان انا يعني شديت عليكم في الحصه، بس انا عشان اسمي هوجن الفقدان. المفاجاه هي ايه ده يا مستر؟ دي حاجه بسيطه كده. واكلها يا جربان. طبعا انا كنت جايب الكلام ده عشان انا متابعهم من زمان وهم ما يعرفوش، وهم وصلوا 200,000، فانا كان لازم افاجئهم وافرحهم. فعشان خاطري لايك وكومنت. وايه؟ لا لا الجاكولا. الجاكولا. انا بنشطه. لا 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 اخر حته دي.